هذا ملخص عن المفهوم السائد عن التنظيم لدى عامة الناس، لكن عقيدتهم والمبايعة وأحكام بيعة الخلافة والأصول والمعسكرات والتفاصيل الدقيقة لحياتهم وبدعهم لا تزال خافية على الناس إلا لمن أعلن الطاعة أو الرغبة في الالتحاق بهم أو ما سرب من المناطق التي يحتلونها. في أثناء جولتنا في مناطق ديالى التي حسمت عسكرياً لمصلحة الجيش العراقي والحشد الشعبي، استطعنا الحصول على كتب ومنشورات خاصة بداعش طبعت في مطابع الدولة الإسلامية وفق ما كتب عليها، وهي بعض من الغنائم التي استولى عليها الحشد الشعبي وسلمت لنا على وجه خاص. هيدا علم اللي حصلت عليه؟ هذا علم نزلناه من عطفهم اللي كانوا هم فيه. هي كلمة حق يراد بها باطل، ونحن لا نرضى. لذلك تقلبها؟ أكيد. وهذه هي أرقام سياراتهم، معرفة لهم، معرفة عد الخلافة مالتهم، معرفة عد المعرفين لهم. حدثنا عن بعضها متخصصا بالفقه واللغة. حصلنا على هذه الأشياء خلال عمليات التحرير في مناطق صلاح الدين، بداية من العلم إلى المناطق الأخرى. طبعا في وجدنا في هذه أول شو يعني كتب كتب دينية ومشورات. دينية منشورات توعية، ولكن برنامج مقترح للمعسكر الشرعي. طبعا هذا البرنامج يحدد ضوابط المعسكر بالنسبة للدواعش. منادات يا محمد يا علي، تسمية عبد النبي، عبد الرسول أو عبد الحسين، وقول الاتكال على الله وعليك، وكذلك الجملة الشائعة الله بيعطي جوز للي ما عنده سنين، كل ذلك كفر ومعصية. هم يكفرون الإنسان على أشياء بالنسبة للعقلاء تافهة ولا قيمة لها، مثل قول يا رسول الله، الناس تقول يا محمد يا علي. هنا من يقول هذا الكلام كافر، والقرآن قال، القرآن هو قرآن الإسلام، قال واتخذوا وابتغوا إليه الوسيلة. شو بعد في طبعا شوف التهنئة برأس السنة، برأس السنة الميلادية، البقية بحياتك، هذا واردة عند الناس، عند المجتمع العراقي جميعا. إذا المجتمع العراقي حسب المجتمع اللبناني المفروض يكون المجتمع اللبناني، المجتمع العربي، العربي جميعا يقول هذه العبارة. إذا كان هذا الكلام صح، فحتى المجتمع اللي انولد من داعش هو كافر. لماذا انولد في مجتمع كافر؟ أما هذه الوثيقة فهي وثيقة تعهد يلزم بها التائبون والمنتسبون الجدد إلى الدولة الإسلامية في المناطق التي يحتلونها، وتنادي الوثيقة بالتوبة من الحكومة الصفوية. أما ما يثير العجب لدى تنظيم الدولة فهو ما أتى في أحكام البيعة لديهم وما يخالف أفعالهم على أرض الواقع، ألا وهو التشديد على الإحسان واحترام آل بيت محمد والصلاة على النبي، إذ يقولون صلى الله على محمد وآله وصحبه الطيبين، لكن هذه الصلوات مختزلة في أقوالهم وكتبهم ما عدا البيعة، ولا يقفون عند هذا الحد. لم ولن تصدقوا ما سنقوله الآن، فبحسب البيعة التي وزعها تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة ديالى، يعود نسب أبي بكر البغدادي إلى آل محمد، وهو بذلك يكون حفيداً لي بن علي الهادي، بن محمد الجواد، بن علي الرضا، بن موسى القاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد الباقر، بن علي زين العابدين، بن الحسين، بن علي بن أبي طالب، وأيضاً فاطمة بنت محمد بحسب البيعة. من محافظة ديالى العراق، يمنى فواز، قناة الجديد.